أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مجموعة من المدنيين أطلقت عريضة لوقف شحنات الأسلحة المدنية إلى إسرائيل، كذلك الأسلحة المدنية الصنع وأجزاء الأسلحة المخصصة لإسرائيل. وطرحت العريضة التي تهدف إلى جمع 20,000 توقيع نصوصا وأراء قانونية مختلفة. هذا وحذر خبراء الأمم المتحدة اليوم من أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة المستخدمة في غزة إلى إسرائيل من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف فورا. شارك مئات المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس بمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية. وطالب المتظاهرون بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار الفوري وإنقاذ الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية ويافطات تؤيد حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وأخرى تدين العدوان والإبادة وتطالب بقطع العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل. استشهد 7 فلسطينيون في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب المدينة، وأشارت إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نظرا لعدد الإصابات الناتجة عن القصف. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل بالقرب من المقبرة الشرقية في حي السلام بمدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد فلسطينية وإصابة عدد آخر بجروح. كما أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 34,049 شهيدا، فضلا عن إصابة 76,901 منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي بيانها اليومي أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب جيش الاحتلال 4 مجازر ضد المدنيين في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، ما أسفر عن وقوع 37 شهيدا و68 مصابا. رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار جمهورية بربادوس بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، بما ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق كافة الشعوب في تقرير المصير.